ولاية الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش أقامت كنيسة القديس جوارجيوس في عنجرة شمال المملكة أمسيتها السنوية تحت عنوان وعلى الأرض السلام، وذلك بمناسبة عيد ميلاد ملك السلام التي أحيتها جوقة القديس جوارجيوس بقيادة الأب يوحنا حداد راعي الكنيسة مع رسيتال أناشيد قدمها أطفال مدارس الأحد. تلا الأمسية التي حضرها جمع كبير من أبناء الرعية تناول صحن البربارة في قاعة الكنيسة. أنت بتواضعك منك تدنينا يا أيها الإله الذي لا يدنى من سماء، اتخذت طبع البشرية ولن تشارك في الخطية، وبالحب لفتنا إلى الأخ نعطي مما يغنينا. شو بقدر أقدم لك تتدفى بهالعيد؟ راح أقدم لك قلبي وكل ليالي العيد، بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان، بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان، بطلب منك يا يسوع دفي البردان، بطلب منك يا يسوع تحمي الإنسان. يا هالطفل النايم بمذود صغير تلج وطقس غايم بردان وفقير، شو بقدر أقدم لك تتدفى بهالعيد؟ راح أقدم لك قلبي وكل ليالي العيد. العذراء مريم عليك حملتي يسوع، حبك بالأرض مخيم يتدفى مثل الينبوع. يا أمي يا أمي العذراء مريم، يا أمي العذراء مريم عليك حملتي يسوع، حبك بالأرض مخيم يتدفى مثل الينبوع. يا أمي يا أمي العذراء مريم، لما وقف الملاك يبشر بمجيء المولود، رافع عنا كل هلاك وبحبه يحيي الوجود. لما وقف الملاك يبشر بمجيء المولود، رافع عنا كل هلاك وبحبه يحيي الوجود. مشيت تسمع الكلام ما قلتيها السلام، ما بنتي يكون الختام إلا تحقيق الوعود. يا أمي يا أمي العذراء مريم.